به في أي لحظة. إلى سيادته وكلمة بالمناسبة تخلص أن مؤسسة الربان الاجتماعي يشاركون فرحتنا ولنا نبتهجون. بسم الله الرحمن الرحيم، نلتقي اليوم ومن خلال افتتاح مكتب الخدمات الضمانية بمدينة شحات، والذي يأتي ضمن حزمة من الافتتاحات لعدد 22 مكتب في ربوع ليبيا الحبيبة في هذا اليوم 11 من مارس 2021. وهذا المكتب يقدم خدماته للمتقاعدين في نطاق بلدية الجبل الأخضر من خدمات المتقاعدين والاشتراكات الضمانية ومراجعة معاشاتهم وإعدادها وفقاً لقانون الضمان الاجتماعي رقم 13-1980. وهذا المبنى قدم الضمان الاجتماعي له كل السبل بخدمة وبموافقة من السيد رئيس مجلس الإدارة والمدير العام لصندوق الضمان الاجتماعي، الذي نقدم له الشكر في هذا اليوم والشكر والتقدير الجزيل على تقديمه لهذا المشروع، والذي تم إنجازه في وقت قياسي وفي ظروف صعبة للبلاد.